هلو، السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا بالحلقة الجديدة من تراريا، الحلقة رقم 22. وطبعا وهاي الحلقة هنسوي تطويرات للأسلحة تبعيتنا. طبعا وأول تطويرة أنا لقيتها اللي هي، خليني أبدل الدور، لا خليني أرجع، اللي هي للميجا شارك. يب، ها هو. أنا ما استخدمت الميجا شارك، بس في إلها تطويرة حلوة طلعت. طبعا في الميجا شارك، بعدين بيجي المجلادون، بعد المجلادون بيجي سي دراغون، واللي هال بدنا نسويه اللي 250 دامج انسانلي فاست، 50% do not consume ammo، و has a chance to fire homing rockets that explode into fire shards on death. تطويرته هاي اللي 1600، اللي اتوقع على السبريم، ايوه سبريم كلامتس، واتوقع اني بحسن اسويها لهاي التطويرة اللي هي سي دراغون، لاني سويت المجلادون. او لا، لسه ما بحسن سي دراغون، هو هذا اللي ناقصني، هو هدول الارمر شيل. مين بجيب الارمر شيل؟ اوكي، الارمر شيل طلع صعب شوي انه نجيبها، لانه بتجي من بوس، وهالبوس اتوقع انه لو بيجي لهون ممكن. هذا لا، مو هذا، وينه؟ هذا هو ستروم ويفر، هذا هو بيعطيني كمان هو سلاح، بس انه السلاح اللي بستخدمه بعيد. بس نسويه ان هولي اسنس لازم 40 شيت لومينايت بار طبعا. اوكي، بحاول انزل مود تاني، بس المود براوزر اوف لاين، فنزلته من على جوجل للمود. طلع لي old mode enable at your own risk bless a world with luminite. هذا طبعا قديم، انتم كانوا شايفين 0.8، بس انه حسوي له enable، بس لانه مضطر على luminite. ما بحسن اتم هيك، لازم اتم لورد كل مرة، سالفة طويلة. ف هنزل هالمود وحفعل هالمود هلا، ويا يا رب ما يخرب لي العالم. اوكي، ما شي خربان، والمفروض انه اقتل بيلرز ولا بحسبهم بدون ما اقتل بيلرز. خلينا ننزل نشيك بس بالعالم على السريع، نشوف لو في شي جديد. ما في شيء لهلا، اتوقع لازم نقتل البيلرز، الاغلب لازم نقتلهم. يا ريت لا، بس شكله لازم. ما في اي لومينايت ابدا، فأتوقع انه رايحين للدنجن. خلنا نقتل البيلرز سريع. اوكي، البيلر ماتوا، ما بقى شي منهم. ارجع بونك دوم بونك سبيلر هاز بين ديسترويد، وما في لومنايت. اوكي، هحاول اقتل مون لورد، حاول قدر المستطاع. جايب معي بفاتي، جايب معي كل شيء ممكن احتاجه، ف خلينا نستنى. طبعا سحبت على ال، سحبت كثير شغلات، بس عادي ما بيروح. اقل شيء شوب بوف،
وحيجي بعد شوي. ناخذ هذا هون للاحتياط، نخليه هيك ولا يدمج منك. هل تقريب الألف وميتين غيبة؟ اوكي، طبعا اخذت باف بيخليني ما تأثر جاذبية الفضاء، بس خليني اسمع الصوت. سواها، سوى تليبورت. الايد الاولى ميتة، الايد الثانية اتوقع انها الثانية. شت، هاي كانت 100% فوق. شت، ما في عندي فرصة تانية مع شو اسمه، مع النارس. هذا للعين الصغيرة كمان، هذا بالعين الكبيرة ما بس. ضربة صغيرة سيفتني. بس اسوي داج لهاي. هيسوي الليزر تبعه بعد شوي. يب، بس ما اوكي، بس ما توقعت الليزر تبع الصغيرة. استنى هي تبعي بعد 6 ثواني. لو كانت ليزر واحد بموت. اوكي، ليزر واحد بموت بس ما قلت. اوكي، اجى الهيل على اخر ثانية. الحمد لله اني ما كنت الليزر في الحالتين. بس انا باكل ضربات الباية. احاول اروح لعند النارس. اوكي، رجعت سيفت. بس افتح عينك، افتح عينك. يب، هاي العين راحت. طلعنا على الكور. بالكور بفضل هالسلاح اكتر. خليني احاول ابعد عن هاي. بعدت عنها باخر لحظة لهذيك. اوكي، ما في امل. صيد بالغيمة شوي، بس ما في خوف لأنه المول لورد مات. عم بصير أحسن معه. عم بصير أحسن بكتير مع المول لورد، يعني صرت أتعلم حركاته أكتر، صرت أحسن ضده. خليني أحول على الصبح، ويا رب يكون عطاني الرينج تبعه. لا، اعطاني الماسك، اعطاني هذا. صح، هاي اوريدي اعطاني التيرا، شو اسمه، يويو تبع التيرا اللي ولا مرة اخذته، بس شكله يويو حلو. هستخدمه؟ ما بعرف، ممكن والله، ممكن. سلاح قوي كتير، لانه شوف كم، 207. هستخدمه 100%. اجاني هالشي، انا وادم بفرم. المود ما هو شغال باي ذا واي، لو ما عرفت. مول لورد مود ما في اي شيء. يب، فاتوقع اني حط فيه للمود و بس يرجع يشتغلوا المودات مره تانية بحاول انزله. المهم، جاني هاشي اللي بيعطيني 20% انكريس للماجيك دامج، وبنزل ستارت بس اخذ ضربة. فا اوكي، نوت باد. هستخدم التيرا بليد، مو التيرا بليد، تراريان. اتوقع
اتوقع ان هذا هو اسمه. ليش الشرائم تطلع مني نفس القلب؟ اتوقع من البفات. في هال جرافيتي نورماليزر، ها بس اطلع على السما ما بيعطيني الجرافيتي تبع السما، فهالشي كثير كثير حلو. معي تبعية مون لورد ما هستعملها، لسني بفضل هاي، هاي كثير حلوة. اوكي خلينا نسوي لومونايت نشوف شو طلع معانا هالمرة. يمكن احسن اسوي الدروعة، لانه انا براسي اسوي الدروعة واطورهم. ف وات هلا لا لا صح، انا حاطهم اوريدي معي 60 حبة، حلو كثير، كنت محتاجهم. ال في ارمر بحسن اسويه، مو هذا، واحد تاني اللي بيجي اللي بيحتاج لومونايت. خلني اشوف وين راح. بسوي هيك اللي هو هذا فورتكس. صح بدي جزء اللومونايت تبعي جوا. وينو ما ادو مفضل كمان، بس بدي اعرف قديش. في سلايم عم يحاول يقتلني؟ يب في سلايم يحاول يقتلني. فورتكس هذا هو قدامي. واحدة اثنين ثلاثة، لسه معي 24 حبة. فهذا في إله تطويره، هذا الارمر اللي اتوقع انه هاي. يب هاي، بس اللي ما عرفت اسويه ما عرفت من اجيبه هذا، فخليني كمان اشوف كيف اجيبه. اوكي هذا من Elements Awoken. Elements Awoken طبعا بيسوي دروب من هذا، من هذا البوس طبعا. و ماني عارفان كيف اقاتله ولا لا، هل محتار شو اسوي. ممكن اكون ضعيف عليه، ما معي كتير لومونايت، بحتاج لانه لومونايت. يا الله ممكن نجرب الجارديان، شو اسمها ها هي انساين ترون. المهم بس نسوي واحدة، ليش لا. يوز ات نايت، خلني اتأكد انه في معاي شغلات كلها. في معاي بفات، في معاي نايت. هنجر بسم الله بفات و اوكي نمسحها. واللي يا رب يكون هذا هو، بس يا رب تكون ضعيف، لان محتاج شغلات تفرمها، شغلات ما استاهل يكون هذا هو. هذا الوجه الاول بس. اوكي نفس ما قلت، اوكي لو هذا الوجه الثاني فيه انه فرصة كبيرة انه اطلع. استنى انا المفروض ابعد عنه ولا اقرب؟ شو لسه وينه؟ عم يتحرك بسرعة، بس عم يتحرك بسرعة لازم له شغلة هوميك، والحل معروف طبعا. انا سويت ارمر قوي ما حطيته، كفو علي. وين البوس؟ كهالشي ما عم يسوي اي شي بنط، هذا اللي بيساوي دائما. هو البوس بالحالتين بصراحة ما عم يسوي علي دامج، لهالشي انا مستغرب منه. هاي بوسات بعد المون لورد، شفت قديش المون لورد صعب انت؟ اوه شيت نيفر مايند، مسوي دامج.
حاول اسوي شغلة تانية. هتقتلني بليز بليز، قتلني فوك قريب كتير. حرام، اخذت لي فلوسي اقل شيء. اخذ لي فلوسي صح، اخذ لي حبة. انت بوس، ليش عم تاخذ لي فلوسي؟ اوكي، كان المفروض انزل عند الناس هي، بس ما اتوقع ان الكل نفس. اوه نوت كونسومبل، نايس. في عندي اكثر من محاولة عليه، في عندي كثير محاولات عليه، بس انا اخذ راحتي هلا. هالشغلات تجي على جنب، هاي حلوة كثير. نيفر مايند نيفر مايند نيفر مايند، هلا بيصير يقرب علي، هلا المصايب تبدا. بعد عني بعد عني، ما بدي اشوفك. قلت لك لا، اوه شت. اوكي هاي انا رحت لها دغري، هاي الحق، هاي الحق علي. اوكي وصلنا على النهاية، قريبين من النهاية، واللي هي اصعب شيء. كنت رح اقول اني صرت احسن بالدوج، اني قتلت اكثر من مرة، بس لازم انتبه بالحالتين، فانا مركز كثير. اوه كنت مركز لدرجة كنت هادي ما ركزت هيك. اوه بس اهم شيء بعد كل شيء انه بعد عن وجهي. اوكي المهم، من جد من جد كان التركيز بهذاك البوس، مشان هيك ما حكيت ولا شيء بالبدايه، حكيت عن النهايه لاني بس حسيت اني ها في عندي امل بالموضوع، مع اني وصلت لهناك اكثر من مره، بس هذيك المره كان معي شويه اتش بي، كان في مسافه بيني وبينه، بس ها كان اللي بدي اياه، شويه اتش بي على اخر شيء ومسافه بيني وبينه، لانه بس يطلع حوالينه هذيك الدائره بصير يهجم عليك، وبس يهجم عليك فيك تقول اذا ما في بينك وبينه مسافه ما عندك امل، لانه الموضوع بكون كثير صعب. الهجمه الواحده اتوقع بتسوي 400 دامج وبتم يهجم عليك، فلو ما حطيت بينك وبينه مسافه على النهايه صعب كثير. بس الحمد لله قتلناه، هذا المهم. وخلينا زد ونشوف هذول شو بيسووا. هاي شو، اوكي سلاح الثاني عبارة عن اوه شكله حلو، شكله حلو. ما كان هاي معاي، كنت حاطه بعيد ال... لا كان دامجي فكرة يصير معي هيك، كنت مركز على البوس كتير بنسى اصلا شو الاكسسوارز تبعوتي. اوكي ذا اسن تمبل ارتفكت اوف فاير انكريس 10% دامج وين انهيل اميون to on fire and burning. You set nearby creatures on fire and inflict fire on heads. Nice. بس اتوقع عبد لبادة هسلاح كتير حلو ترى شكله، رسميا شكله كتير حلو. لو اسوي هيك 109 دامجة اتوقع انه اسمه الجادز لاير. نايس نايس. هو اليويو قديش دامجه، لازم اجرب هاليويو. المهم قتلنا البوس اللي بعده هلا، و ذا جارديان اللي له فيسين اللي ممتع كتير كتير ممتع. فايت تبع حماس، لازم تكون مركز على الاخر، عرفان شو عم تسوي، عرفان كل شيء، عرفان الحركات اهم شيء.
هذا اللي بدلوه اي بوس بدلوه من نايت انا قوم اسوي باك فلاب مع اني ما بعرف حكسر راسي الحصين هكسر راسي اخر شيء. دون ذا فويد كمان بدلوه من وات ذا فاك اتوقع انه كلهم اليمنتس اووكن اللي بدهم لومينايت بش اسمه هذا اليمنتس اووكن هذا اليمنتس اووكن بدلوه لومينايت اليمنتس اووكن اليمنتس اووكن عندكم شيء اوكي ما بنعرف هاد شو هكلمتي بدلوا لومينايت بس ثلاث حبات كمان علي اوكي ما بدي ريسبون انفو يوز ان هولود ان هولي اسنس وهاشي كيف اسوي هاشي اتوقع باخده من شغله ما بعرف شو هو المهم هاك كلامتي هذا elements awoken خمسة لومينايت طبعا كل شي بدهم فيه لومينايت ليش طيب كلامتي بده 10 لومينايت كلامتي اوكي هكذا اوكي كمان كلام طب ممكن تقولوا لي ليش او هالبوس بعرف كيف شكله هذا حطيته بثمنيل مرة فبعرف كيف شكله ولا مرة قتلته ولا مرة شفت عنه شيء بس انه فتحت elements awoken لقيت هذا شكله حلو حطيته بالصورة بس انه ياخذ لو نايت god damn هذا ما بياخذ لو نايت بس بياخذ الارمورد شيل المفروض بكون باخذها في هذاك الوقت المهم هذا اتوقع بيكفي لهي الحلقة بس حماس حلو حاكون مورد اتوقع اني حكون مطلع لكم شوية موتات لإلي في واحدة مت انا كنت شو اسمه كنت جاي عند الناس بدي اهيل بدي لحق حالي فما حسنت فمتت لانها كانت ما هي موجودة اصلا المهم هذا كان كل شيء حلقتنا اليوم اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك تشترك في القناة وهذا كان كل شيء مع السلامة.